بحاله وقدروا عليك وخلوك انسى احبابك سبحانه. عم عبد الحافظ وين رايحين ذحين؟ الطايف المأنوس. الله يعطيك العافية. شاعرنا الطايف المأمون نبغى قصايد ان شاء الله. سيتمتع الطايف بعدستك الجميلة ان شاء الله. وين رايحين ذحين؟ الطايف المأنوس. دكتور سمير ان شاء الله رحلة جميلة وصحبتك والمجموعة اللي معك. احنا فين رايحين دحين؟ دحين الطايف اخضر. الطايف اخضر. ولا عاد زلة او طلة يحق لكم لنا الله نا ولا في جدة ونسيت ايامنا الحلوة نسيتنا ولا في جدة ونسيت ايامنا الحلوة نسيتنا ولا في جدة ونسيت ايامنا الحلوة ولا عاد زلة او طلة يحق لكم لنا الله ولا عاد زلة او طلة يحق لكم. دكة الحلواني ما شاء الله تبارك الله المجموعة كلها وعمال جهز فطورنا ونفرد طاولاتنا جايبينها من جدة معانا. دكتور سمير برقى مجهز ومستعد تماما بالكراسي بالفطور. الفطور حشوف الفطور شيء ثاني بس احنا المرة دي يعني بروفيشنال. الفطور عندنا اجبان وقشطة ومربى وعسل وفول والشريك والكعك وكل والقهوة والشاهي والمويات والعصيرات كل الحمد لله متوفرة. الحمد لله. سبحانه صرت كبار وصار انقل لكم اشعار. سبحانه صرت كبار وصار انقل لكم اشعار. والحين بدينا ما شاء الله الفطور هنا. ما دخل فيه الفطور الجماعي في دكة الحلواني في الجلسة الحلوة هذه. عارف من يجي له ضيوف يعني ما يعرفوا ما شاء الله تبارك الله بالعافية. ما شاء الله بس ما تأخر ما شاء الله بعد بدقيقتين يا عدنان. ايش أخرك انت دائما تتأخر. كل المصايف الهوى والشوق طايف. في عروس كل المصايف الهوى والشوق طايف. شمسها تشرق علينا ليلها عطر وسوالف. شمسها تشرق علينا ليلها عطر وسوالف. ويا تراحيب المطر والطايف احلى. يا تراحيب المطر الطايف أحلى. الطايف أحلى. نهاية الستينات وبداية السبعينات الميلادية. ميلادية. إيش ذكرياتك عن باش مهندس؟ مهندس. كيف؟ إيش ذكرياتك عن بس تبين لنا وجع شوي الصورة. ديك الأيام الله يسلمك. إيه. بالصدفة. إيه. كان آخر سنة دراسية لأخواتي.
وزير التعليم لا انا في جده اساسا لكن خلصوا اخواتي وكان الوحيد اخويا قد مسافر بيدرس برا الدكتور حسين وانا المفروض اطلع اراجع لهم معاملتهم للبعثه في وزاره المعارف عند حسن آل الشيخ الله يرحمه في الطائف فكان خالي الله يجزاه بالخير الدكتور عبد الرحمن الجاوي كلم معالي الوزير ومريت عليه بس تاخذ طبعا البروسيس اني كذا يوم فكنت اطلع اول النهار اراجع الوزاره هنا في الطائف في الصيف انتخابنا الوزاره كلها تكون في الطائف واخر النهار انزل طريق هذا اخذ مني هذا طلع ونزل لما قال يا بس في الستينات هذا الكلام ستينات الميلاديه نهايه بالضبط سنه 69 ايش رايك في جمال المكان هذا اللي احنا فيه حقيقه يعني سبحان الله على فكره الاستراحه او دكه الحلواني كنا نشوفها ترى من ديك الزمانات هي موجوده معلم ايوه معلم كنا نشوفها من تحت من الكر ونعرف انه هذا يوم نبدا عند اللفه حقه المعسل هذا احنا وصلنا وكنا طبعا نجلس نشرب مويه من الشراب هذه او الدواري يعني يسموها الشراب الشرب لها سبحان الله طعم غير طبيعي غير طبيعي باردة يعني باردة والفخار اللي بتتبرد في وسطه بيدي نكهة شيء غريب سبحان منها؟ مين دحين؟ لا كل واحد يحكي في بك عيش وقتك فرح كله كله ويا تراحي بالمطر والطايف أحلى 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 الطايف أحلى حبيبي الطايف أحلى حبيبي الطايف أحلى الطايف أحلى حبيبي الطايف أحلى حبيبي الطايف أحلى حبيبي الطايف أحلى الطايف أحلى الطايف أحلى يا وطوب الطايف أحلى ما تشوف لو زرتنا يا ضيفنا الدار لك وحنا ضيوف يا تراحي بالمطر والطايف أحلى 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 يا تراحي بالمطر والطايف أحلى حبيبي الطايف أحلى حبيبي الطايف أحلى